السلام عليكم. ازيكم؟ النهارده يوم 6 اكتوبر، ذكرى النصر، ذكرى استعاده المصريين اراضيهم من الصهاينه وهزيمه الصهاينه. واي حد يحاول يوصل لك ان المصريين هزموا في حرب اكتوبر، اعرف ان هو اصلا صهيوني، صهيوني مش اخوانجي، صهيوني. ليه؟ كلمه هزيمه الجيش المصري في حرب اكتوبر دي ما طلعتش غير من الاعلام الصهيوني، يعني الامريكان نفسهم ما قالوش ان الصهاينه هزموا المصريين، ما طلعتش. الصهاينه فقط هم اللي بيحاولوا يوصلوا الصوره دي للعالم. فيطلع مثلا واحد زي عبد الله الشريف الاخوانجي يطلع يحاول يوصل لك ان انت اتهزمت في حرب اكتوبر، اعرف ان هو صهيوني مش اخوانجي، حد ده حد كاره جدا لبلدك وبيحاول يتصيد الاخطاء لجيش بلدك ولبلدك عامه. يعني خلي بالك، الاخوان دلوقتي حربهم معاك مش حرب على السلطه خالص، ده حرب كره او حرب كراهيه. ليه انا بقول لك حرب اكتوبر؟ لان خلي بالك، لو انت جيت تبص او انت بصيت لاي حد بيتكلم على الحرب ويحاول يوصل لك ان انت اتهزمت، بص على النتيجه النهائيه. هل اسرائيل كانت هترجع لك ارضك لو انت فعلا اتهزمت في حرب اكتوبر؟ استحالة. كانت رجعتها لاي دولة تانية، كانت رجعت للفلسطينيين مثلا او رجعتها للسوريين، ما حصلش الكلام ده. الصهاينة ما بيرجعوش ارض غير لما يدوقوا مرارة الحرب ومرارة الهزيمة. لازم تعرف كويس ان انت انتصرت انتصار عظيم. ليه انا بقولك الكلام ده؟ انا بقولك الكلام ده لان جه في وقت من الاوقات كان المصريين بيحتفلوا بذكرى حرب اكتوبر انها الحاجة الوحيدة الصح في البلد، لان كان في اوقات البلد كلها كانت ماشية غلط. ايام مين؟ اواخر حكم مبارك وايام الاخوان كانت البلد كلها ماشية غلط. المصريين كانوا بيشوفوا ذكرى حرب اكتوبر دي حاجة صح، يعني نحتفل بحاجة صح، حاجة تفرحنا في البلد اللي احنا فيها. دلوقتي الموضوع اتعكس، الشعور نفسه اتعكس. ليه؟ خلي بالك، انت بتحتفل بذكرى حرب اكتوبر وانت قوي، انت قوي جدا وجيشك من اقوى جيوش المنطقه ان ما كانش اقواها. في نفس الوقت انت بتشوف تقدم اقتصادي وشايف ان في مشاريع بتتعمل وشايف ان كل يوم في حاجه جديده بتتعمل في البلد، حتى لو انت ما استفدتش منها دلوقتي هتستفيد قدام. امتى؟ انا ما اعرفش، انا مش حكومه، بس في الاخر انت هتستفيد وهيعود عليك الموضوع ده بشكل او باخر. لازم تبقى فاهم كده، لان المره دي الحلقه مش عسكريه خالص، المره دي الحلقه اقتصاديه. انا عاوز اقول لك ان مصر عبرت او خاضت حرب زي حرب اكتوبر بالظبط. بالظبط، مصر خاضت حرب اقتصاديه ضخمه جدا زي حرب اكتوبر بالظبط. ليه؟ ما تيجي تبص هتلاقي ان القناه العربيه منزله تقرير تتكلم على 5 سنين في تاريخ مصر. من امتى؟ انت بتتكلم من 2016 ل 2020. 5 سنين دول هم حاسبين 2016 وحاسبين 2020 عشان ما تفتكرش ان هم 4 سنين يعني. فقناه العربيه بتكشف لك وضع الاقتصاد المصري كان عامل ازاي في الفتره دي. الفتره دي انت خضت فيها حرب غير طبيعيه. تعال بص على الارقام، بص الارقام ماشيه ازاي. بيقول لك ان الاقتصاد المصري ارتفع 126% من 2016 ل 2020. ليه؟ بيقول لك في 2016 كان الاقتصاد المصري قدرته 2500 مليار، في حين ان في 2020 بقى قدرته 5651 مليار. يعني انت عندك زياده 3 مليار 151. خلي بالك الارقام بالنسبه لي بتبقى صعبه جدا، انا يعني عامه بلخبط في الارقام. ان شاء الله خير والحلقه تعدي. لما تيجي تبص على الناتج المحلي بيقول لك الناتج المحلي وصل في اواخر 2020 18.5 تريليون جنيه. خلي بالك ده رقم ضخم جدا. تاني انا بكلمك في 5 سنين. اكتر رقم تبص له هو التضخم، يعني اكتر رقم انت لازم تركز معاه هو التضخم. التضخم كان في 2016 13.5%. امشي بقى مع الارقام وبص المفاجآت. في 2017 29%، 2018 وصل 14%، و2019 وصل 9.5%، لحد ما وصلنا 2020 5%. ده تضخم. التضخم ده يعني زيادة الأسعار، ماشي؟ يعني في زيادة في الأسعار مبالغ فيها جدا. يعني الجنيه اللي معاك ده ممكن يشتري بيه ايه؟ بس ده اسم التضخم يعني. لما جم بصوا على الاحتياط النقدي لقوا مفاجأة كبيرة جدا. لقوا ايه؟ لقوا في 2016 كان الاحتياط النقدي 17.5 مليار دولار، وصل في 2020 40 مليار دولار. 40 مليار دولار، في حين ان بيقول لك الدعم النقدي زاد. يعني هنا بقى تقف، يعني مصر بتعمل كل اللي هي عاملاه ده وبترفع الدعم عن الكهرباء والبنزين وكل حاجه، برغم كده الدعم النقدي بيزيد. يعني قناه العربيه بتقول لك ان الاقتصاد المصري صرف 91 مليار في ال5 سنين دول. انت متخيل 91 مليار؟ يعني بيقول لك في 2020 الدعم كان 19 مليار، ده رقم كبير جدا، لان انت بتتكلم في دعم، دعم يعني مصاريف، فلوس من غير اي حاجه، الدوله بتصرفها وخلاص. وتاني انا مش بغلط في الناس اللي بتتلقى دعم خالص، في ناس حقها فعلا تتلقى دعم، انا بتكلم على الدوله او رؤيه الدوله. تيجي للصادرات بيقول لك صادرات مصر دلوقتي وصلت 136
مليار دولار. مش بس كده، كان في خبر طالع بيقول لك صادرات مصر الرقميه حققت رقم غير طبيعي. انت بتتكلم في الصادرات اللي هي على الانترنت اللي هي صادرات رقميه، وصلت 4.5 مليار دولار. 4.5 مليار دولار، ده رقم ضخم جدا، بس الكلام ده في 2021. فتضيفه او ده مبلغ جديد. خلي بالك كان قبل كده كانوا بيتكلموا الاول في مليار، دلوقتي 4.5 مليار دولار صادرات رقميه، تحفه. اما لو جيت تبص على تحويلات المصريين في الخارج فهتلاقيها تمثل في 5 سنين 126.5 مليار دولار في 5 سنين، تاني ما حسبوش 2021. اما عجز الميزان التجاري فكان في 2016 48.5 مليار دولار، وصل في 2020 42 مليار دولار. معنى كده ان في انخفاض في عجز الميزان التجاري. ايه الميزان التجاري ده؟ الصادرات والواردات. العجز معنى كده ان انت عندك الواردات اعلى من الصادرات، فواضح كده ان الصادرات ابتدت تشد حيلها شويه، وابتدى يتم التضييق شويه على الموردين، يحط لهم قوانين. على فكره التضييق ده اوعى تفتكروا حاجه غلط خالص، انا بتكلم اي دوله زي الوضع اللي احنا كنا فيه ده. احنا كنا بنستورد فوانيس رمضان من الصين، يعني في الاشارات كده بتلاقي حاجات صينيه بتتباع. فالدوله كانت بتحاول تحط قوانين شويه كده تحكم بيها عمليه الاستيراد. بعد كده طلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقال لك على فكره مفيش اي حاجه هتيجي من الصين او من اي دوله في العالم غير بالمعايير الاوروبيه، ده قرار صريح، ما تجيبليش اي حاجه تدخلها البلد خالص. فان انت تنزل من 48 مليار ونص توصل ل 42 مليار في 5 سنين، حاجه عظيمه جدا. وانت ما اتكلمتش على 2021، انا اعتقد صادرات مصر هتزيد كمان، فممكن ميزان التجاري ده يقل شوية او يظبط. الارقام اللي انا قلت لك عليها دي في 5 سنين دي ملحمة في حد ذاتها، دي في حد ذاتها حاجة عظيمة جدا. انت بتتكلم في بلد كانت في وضع بقت في وضع تاني خالص، ودلوقتي في وضع تالت خالص. انت بتتكلم اخر خبر طالع من البنك المركزي بيقول لك زيادة الاحتياط النقدي، صحيح مش رقم عظيم يعني ما زادش مليار، هو لسه 40 مليار بس في الاخر انت بتتكلم هو زاد فوق 100 مليون دولار في عز الكورونا. يعني انت دلوقتي داخل على موجة جديدة من الكورونا، في مصاريف بقى وفي لقاحات وفي حاجات كتيرة جدا هتاخدها، وانت ما تعرفش الموجة الجديدة دي هيحصل فيها ايه. هل السياحة هتقفل؟ هل مفيش رحلات سياحية تاني لمصر؟ بالرغم ان انت عندك اسرائيل اعلنت رسميا انها انتصرت على فيروس كورونا. مش بس كده، الامارات رسميا برضو قالت لك ان احنا انتصرنا على فيروس كورونا والحياة عادت لطبيعتها. عارف يعني ايه تنتصر على فيروس كورونا؟ يعني انت تطعم معظم الشعب بتاعك خلاص، يعني مفيش موجه جامده هتضرب الاقتصاد بتاعك. فهل مصر قادره على استيعاب موجه جديده وجاهزه لحاجه زي كده ولا لا؟ خلينا نشوف الموضوع ماشي ازاي. بس انا بكلمك في بلد شأنها اتغير في 5 سنين. على فكره الارقام اللي بقولها لك دي مش سهله تماما، دي ارقام صعبه جدا جدا. انا كان تملي في سؤال بعض اساله، احنا بنجيب فلوس منين؟ انا ما اعرفش اجابه السؤال ده وعمري ما عرفتها، وعلى فكره كل مذيعين مصر وكل محللين مش عارفين. الرئيس السيسي جاوب على السؤال ده بطريقة غير مباشرة، أو جاوب على نص السؤال مش كل السؤال. قال إيه؟ قال إحنا بنجيب الفلوس منين؟ بص كده، واتعملت إجراءات كتيرة جدا. الموضوع مش إرادة سياسية بس، الأموال ديت إحنا يعني بنبذل جهد وبنتكلف، يعني إحنا خدنا من، ما بقولش سر، خدنا قروض من السنة دي العربية عشان نعمل الكلام ده يا دكتور مصطفى. فلازم الناس برضو تعرف كده هاب إن الأموال دي قروض من الصناديق العربية بفايدة ميسرة. احنا بنجيب الفلوس من صناديق استثمار عربية ومن دول عربية شقيقة والكلام ده كله حلو، بس خلي بالك الكلام ده خطير. انت لما تاخد قروض من دول عربية انت ربطت مصيرك بمصيرها، ربطت مصيرك بمصيرها، لان خلي بالك هم واقفين معاك اقتصاديا جامد جدا. واوعى تنسى الكلام بتاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما قال ان السعوديه والامارات وقفوا معانا جامد جدا وكانوا بيحولوا ناقلات البترول لمصر، الناقلات اللي كانت رايحه لاوروبا السعوديه والامارات حولوها لمصر عشان مصر ما كانش عندها بنزين، كانش في بنزين. فاكر الطوابير اللي هي واقفه دلوقتي في اوروبا وفي بريطانيا؟ كان السعوديه والامارات شافوا الموضوع ده فحولوا الناقلات لمصر عشان ينقذوا الموقف. فدلوقتي هل تتخيل السعوديه والامارات لو دخلوا حرب انت مش هتكون معاهم؟ هل انا بقول لك هي فرضت عليك؟ بص، من ناحيه فرضت عليك هي اصلا مفروض عليك من زمان، عشان بس ابقى صريح معاك، من ايام الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك والحرب دي مفروض عليك، والدليل ان انت دخلت حرب العراق وقوف بقى مع اشقاء والكلام ده كله. بس دلوقتي كلام مختلف، انت دلوقتي بتتكلم ان انت ربطت مصيرك اكتر واكتر باي حرب هتقوم في المنطقه ضد دول الخليج اكيد هتقف معاها. بس في الاخر التدخل ده انت اللي هتاخد فيه القرار هيكون ازاي.
ليه؟ تعال بص مثلا على حرب اليمن، انت ما تدخلتش برية برغم انها حرب ضخمة جدا، ما تدخلتش برية، وبرغم كده اخوانك اللي هم السعودية والامارات تفهموا جدا وتفهموا ان انت ما دخلتش برية، فانت في ايدك نص القرار، بس في الاخر انت خلاص الحرب دي فرضت عليك. انا بس بقولك اللي ليا واللي عليا، انا مش بحاول ارسم لك بس صورة كويسة، لا، انت دلوقتي خدت فلوس من الناس دي صح؟ معنى كده انت بقيت معاهم. تاني حاجة، في ناس تقعد تقول لي طب ما دي كرود ودي كرود ومنح واحنا بنتداين وديوننا زادت والكلام ده كله. بص، مفيش تقدم من غير ما يكون في كرود لو عاوز تجري، يعني لو انت عاوز بقى ما تجريش وتقعد تمشي مشروع مشروع ده موضوع تاني، انما لو عاوز تجري زي اللي بيحصل دلوقتي في البلد لازم تاخد قروض وتعمل مشاريع ومن ارباح المشاريع دي تسد القروض اللي عليك. بس في خلال السنوات اللي انت هتسد فيها القروض دي هتشغل ناس كتيره جدا، هتفتح بيوت ناس كتيره جدا، هتقوم الاقتصاد بتاعك، لان المشروع ده بيبقى له عماله مباشره وغير مباشره وتاثير اقتصادي مباشر وغير مباشر. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، العامل اللي بيشتغل في المصنع ده عماله مباشره صح؟ طب الراجل اللي بيوصل العامل ده للمصنع بيستفيد. طب المطعم اللي بياكل فيه الموظف ده بعد ما يروح من المصنع، ما هو الموظف ده خد فلوس ومعاه مرتب فبيروح يجيب اكل وبياكل والكلام ده كله. في حاجات غير مباشره بتاثر على الاقتصاد من المشاريع دي، فده اللي بتمشي فيه الدوله. بس اكتر حاجه الناس مركزه عليها او الاقتصاديين مركزين عليها ان مصر مهتميه جدا بتطين الترع. انت بتتكلم مصر صرفت مليارات على تبطين الترع، وده مشروع مش هين على فكرة. ليه؟ لان خلي بالك المشروع ده مش ذو اهمية اقتصادية قصوى، كان ممكن يتأجل، ما تأجلش، اتعمل دلوقتي، اتعمل دلوقتي، فده اللي انت لازم تقف عنده. انا بأصر ان انا بين لك الحاجات الكويسة اللي حصلت في البلد لسبب واحد، ان انا شايف الاعلام بيركز على كل حاجة وحشة بتحصل في البلد. الاعلام الاخوانجي على فكرة بيضخم جدا الحاجات الوحشه اللي بتحصل في البلد، في حين ان الحاجات كويسه كتيره جدا ومش متشافه كويس، مش متشافه كويس برغم الاعلام اللي عندنا والقنوات الكتيره اللي عندنا، بس ما بيتمش تغطيه الحاجات دي كويس. لان انت ساعات تمشي مثلا تلاقي حد عمال يشكك في المشاريع دي، واحنا خدنا ايه من الكباري وايه الكباري الكتيره دي وعملنا ايه بالطرق، طب والمصنع ده هيعمل لنا ايه، ده الكوبري ده اللي معمول اللي مش عاجبك ده مشغل ناس كتير ممكن تبقى انت ليك علاقه بيهم غير مباشره او تلتقي بيهم في يوم من الايام. بلاش، الراجل اللي ما كانش لاقي شغل واشتغل في الكوبري ده كان ممكن يعمل ايه لو ما اشتغلش؟ انت ليه بتفكر ان دي فلوس مرميه على الارض؟ خالص، دي خطط وكانت مرميه، وده فرق كبير. يعني دي على فكره خطط كانت محطوطه من زمان من بدري، محدش كان بينفذها، دلوقتي اتنفذت. برضو في ناس مش عاجبها، معرفش ليه، يعني في ناس ما زالت بتشكك او بتحاول تشكك في اي حاجه تعملها الدوله، معرفش ليه. بس في الاخر انا بحاول اقول لك بالارقام وبالبراهين، انت خط حرب اقتصاديه عظيمه جدا جدا. في حاجه حصلت النهارده برضو عاوز اركز عليها الضوء او اقولك عليها الضوء. النهارده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم وكشف ان اللواء سمير فرج كان القائد بتاعه. انا الحته دي واقف عندها جامد جدا. ليه؟ خلي بالك اللواء سمير فرج عمره ما قال في اي لقاء تلفزيوني ان هو كان قائد رئيس مصر، ما جابش سيره. وعلى فكره اللي قال كده الرئيس السيسي زي ما انت هتشوف. بس هوجه التحيه لقائد انا خدمت معاه يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش، وكتير من الجيش يمكن ما يعرفش، ده اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي. طب انا اتعلمت ايه منه؟ انا اتعلمت منه حل المشاكل. الراجل ده اللواء سمير فرج شريف جدا، ما حاولش يتملق او يستغل الموضوع ده. خلي بالك هو لو راح قال لاي قناه تلفزيونيه انا كنت رئيس او قائد الرئيس المصري، شوف كم القنوات اللي كانت هتستضيفه، شوف كم القنوات. هتقولي طب ما هو كانوا بيستضيفوه، كانوا بيستضيفوه عشان خبرته مش عن حاجه. الراجل ده عنده خبره عسكريه عظيمه، قائد عسكري عظيم، كانوا بيستضيفوه عشان خبرته مش عشان تملق او اي حاجه. دلوقتي الراجل ده تم الكشف من رئيس مصر ان هو كان القائد بتاعه، حاجه عظيمه جدا. الراجل ده محترم جدا والموقف ده زاد الاحترام ليه. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. خليك فخور ببلدك، انت بلدك بتعمل ارقام هايله هايله. ورب انصر مصر وتحيا مصر، ان شاء الله هيتضرب وعلي انت عاوزه. وهشوفكم الحلقه الجايه، سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين